سيدة تقول: أنا امرأة مثقفة وأحب أن أتفقه في ديني وأتابع الدروس العلمية في مسجد قريب لي وتعقد فيه مرتين في الأسبوع، فماذا أفعل كي أحرص عليها في وقت العادة الشهرية التي تستمر معي 10 أيام؟ الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكث في المسجد، أما العبور فلا حرج فيه، بناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه ابن ماجه والطبراني قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد أي فناءه، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه ابن أبي شيبة. وجاءت روايات تدل على أن الذين كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه، ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليس في يدك، يعني لن تلوث المسجد لأن يدك التي تتناولين بها الخمرة ليس بها دم. وما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود. فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة المسجد لسماع درس علم وغيره، فالمكث لذلك ممنوع، والعبور فقط لحاجة لا مانع منه، ولم يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد. والخلاصة أن دخول الحائض والجنب للمسجد والمكث فيه ممنوع ممنوع ما لم تدع ضرورة إلى ذلك، والله أعلم.